يقول: تعب من ظلم الناس وكثرة الخسارة في أمور كثير في حياتي وعدم التوفيق، وفي ناس تقول إن حظك سيء، أعمل إيه؟ مضطر إلى قرض من أجل بناء بيت وجواز ابني. لا، أنت لست بملزم بجواز ابنك، لا تقترض بالربا من أجل زواج ابنك، وكذلك اسكن إلى أن ييسر الله لك بيتا. أما القرض فالقرض محرم، القرض الربوي كبير من الكبائر.